في فقرة ضيف لهذه الليلة نناقش اقتصادات شمال افريقيا في مواجهة كوفيد 19 استنادا لتقارير المؤسسات الدولية. انضم الينا من الرباط محمد الشرقي المحلل الاقتصادي. مساء الخير استاذ الكريم. مساء النور استاذ عبد الله. بداية، ما يعني حجم التداعيات الاقتصادية جراء الأزمة الوبائية وكيف تعاملت يعني كل دولة، دعنا نتحدث عن المغرب، الجزائر، تونس أيضا، مع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية جراء الحجر الصحي؟ بداية، رمضان مبارك كريم لكل المشاهدين. طبعا منطقة شمال إفريقيا هي المنطقة اليوم يعني يتم الاهتمام بها لأنها تقع بين أوروبا المتضرر الأول من الوباء وبين القارة الإفريقية التي يعني تسعى المنظمات الدولية ألا تصل إليها يعني الأزمة، وبالتالي يعني منطقة شمال إفريقيا تم تسليط الأضواء عليها في الأسابيع وفي الأيام الأخيرة من طرف عدد من المؤسسات ومن المنظمات التي تعنى وتهتم بهذا الإشكال اللي هو الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. فانطلاقا من هذه يعني الأهمية، رصدت المؤسسات الدولية أن هناك تباين في التعاطي مع الأزمة بين المغرب والجزائر وتونس. فمثلا وجدت أن الحالة الجزائرية حالة ربما صعبة جدا، لأنها الجزائر اليوم مثلا عندها مشكل مالي كبير جدا، وبالتالي قد تجد نفسها في وضع ثنائي بمعنى آخر بوضع صحي. نحن نرى أنه أكثر من 400 يعني وفاة في الحالة الجزائرية، وأيضا انخفاض يعني أسعار النفط قد يؤثر سلبا في الحالة الجزائرية. تونس يعني هناك حكومة يعني حديثة التشكيل، لكن هناك يعني اجتهاد يعني تونسي شئنا لمعالجة يعني الوباء، وأيضا لإقناع الأطراف الدولية والدائنين أن يعني تتساهل مع تونس وأن تمدها بمزيد من الدعم المالي، خاصة من طرف صندوق النقد الدولي. المؤسسات الدولية وجدت أن التجربة المغربية ربما هي التجربة الأفضل، لأن المغرب أولا كان سباقا إلى يعني الإجراءات، وبالتالي يعني المغرب كان يعي من البداية كل الخطوات التي سيتخذها لاحقا. ثم الشيء الثاني وهو أنه هذه الإجراءات يعني جاءت من أعلى سلطة في البلد، وانخرط فيها جميع المواطنين، يعني كل المواطنون انخرطوا في مجهود الدولة. لذلك يعني هذه المنظمات والمؤسسات يمكن نتحدث عنها بالتفصيل، وجدت في التجربة المغربية تجربة مثالية، وقالت إن المغرب ربما يكون اليوم هو الدولة التي يمكن أن تعطي لبقية يعني إفريقيا ومناطق أخرى من العالم هذا النموذج، يعني تسويق النموذج المغربي إلى القارة الإفريقية من أجل شيئين استراتيجيين، هو الأول الحد من الوباء وتابعه الصحية، وأيضا الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها في حينها حتى لا تكون هناك يعني تبعات يعني مستقبلية. إذا هناك يعني تباين في التعاطي مع هذه الأزمة بالنسبة للدول التي تحدثنا عنها، لكن كيف يمكن يعني تصنيف هذه التدابير والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها؟ طبعا كما قلنا هذه يعني الإجراءات لها يعني بعدين أساسيين. البعد الأول هو البعد الصحي، يعني القضاء على الوباء هو أهم يعني بند من هذه الخطة، وأيضا الجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي. بمعنى آخر أن عندما نتحدث دائما عن شمال إفريقيا، يعني المنظمات والمؤسسات الدولية تقول من هي الدولة ومن هو البلد الذي استطاع بالتوازي أن يحقق يعني تقدما على معالجة في معالجة الوباء، وأن يحقق أيضا يعني تخفيفا من جانب التداعيات الاجتماعية، وأن يضمن أكبر عدد ممكن من المشاركة السكانية بمعنى انخراط المجتمع، وبالتالي أن هذه القضية تصير قضية مجتمعية وليست قضية حكومة أو قضية دولة أو قضية حزب أو قضية أطراف معينة. وبالتالي من هنا يعني كل الدول التي انخرطت بشكل كامل هي الدول التي ليس فقط ستتغلب على هذه الأزمات، بل سيكون لها في رأيي دور أكبر بالمستقبل، لأن الآن نحن أمام يعني صناعة عالم جديد. يعني نحن الآن لا نعرف متى ستنتهي يعني هذه الأزمة، وأي تداعيات ستكون، وكيف سيتم معالجتها، وبالتالي في نحن نوع من يعني نقول التنافس، ولكن تنافس شريف من هي المجتمعات التي ستقدم نفسها على أنها المجتمعات التي يؤخذ بها والتي لها مصداقية في التعامل على الساحة الدولية.
الدولية. نعم، لكن ما هي يعني قراءتك في وجهة نظر المؤسسات الدولية التي نتحدث عنها حول يعني هذه التجارب وانعكاساتها المجتمعية، لك صندوق النقد الدولي، بلومبرغ، كثير من المراصد الأوروبية أيضا. إذا بدأنا سي عبد الله بمثلا صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي يقول أن منطقة شمال إفريقيا سيتراجع فيها النمو، بالتالي سيكون منطقة منكمشة اقتصاديا كما هي العالم كله يعني. لكن الانكماس سيختلف، مثلا الانكماس في الجزائر مثلا سيكون أكثر من 5 بين 5 و6%، والانكماس في تونس سيكون 4.3، وفي المغرب سيكون يعني بين 2 و3. فبالتالي السؤال أكبر هو أنه ما هي طبيعة هذه الاقتصاديات نحللها من الداخل. إذا أخذنا من الداخل مثلا نجد أن المغرب بلد اقتصاده متعدد، بمعنى هناك الصناعة، هناك السياحة، هناك تحويلات، هناك الفلاحة، هناك الصيد البحري، هناك التكنولوجيا، هناك الخدمات، هناك المصارف، هناك أشياء أخرى ربما غير متواجدة في دولة جار. نأخذ مثلا 3 أشياء. المغرب مثلا رغم أنه فيه يعني حجر صحي استطاع أن يتغلب على 3 أشياء. أولا أنه عنده الأمن الغذائي، ما كانش مشكل بالنسبة للغداء والحمد لله إحنا في رمضان. الشيء الثاني عنده التكنولوجيا، وبالتالي استطاع أن يعمل التعليم عن بعد والإدارة عن بعد والخدمات عن بعد في التسويق والتجارة. والشيء الثالث وهو أنه هناك نظام بنكي كبير، وهذا النظام البنكي ساعد أيضا من خلال يعني الصندوق الذي نتحدث عنه، صندوق تدبير جائحة كورونا، أن تصل يعني هذه الموارد المالية إلى الفئات المستضعفة داخل المجتمع، في القرى، في الأرياف، في المناطق النائية، استطاعت يعني هذه الفئات أن تحصل على دعم اجتماعي من خلال الصندوق الذي أنشأه الملك، ومن خلال يعني ما يسمى التجهيزات التقنية والتكنولوجيا واللوجستيكية التي تتوفر عن مسمى المنظومة المالية. إذن المؤسسة الدولية تنظر هذا النوع من يعني الإطار يعني الذي تكون فيه البنك. في الحالة الجزائرية التقرير مثلا ديال بلومبرغ الأمريكي، الوكالة الأمريكية الاقتصادية، تقول مثلا أن اليوم النفط ب$20 هذا خطير على الاقتصاد الجزائري، لأن الجزائر تحتاج إلى يعني نفط من $112 للبرميل، وهذا مستحيل. يعني اليوم إذا بعت الجزائر نفطها ب$20 بمعنى أنه يكون عندها عز مالي ديال 20% من الناتج الإجمالي من أيضا من الميزان المدفوعات. والأخطر من ذلك أن الجزائر تتأكل احتياطها كاملا في 2021. نعم. بمعنى في 2021 لم يكن بمقدور الجزائر أن تذهب يعني إلى المشتريات، خاصة أنها تشتري يعني الغداء. فهنا نرجع إلى ما قلنا في البداية، وأن المجتمعات أن اليوم عندها الغداء، عندها إمكانية تصنيع للكمامات، عندها إمكانية تصنيع أجهزة طبية ولو في الحد الأدنى، تكون عندها إمكانية التغلب على الوباء أفضل من التي تملك هذه الأشياء. شكرا لك محمد الشرقي المحلل الاقتصادي، كنت ضيفنا لهذه الليلة.